في اليمني. فقد قالت مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء إن سفير بلغاريا لدى اليمن أصيب إصابات طفيفة عندما فتح مسلحون ملثمون النار على سيارته في صنعاء في محاولة فاشلة لاختطافه. السفير البلغاري كان مع زوجته عندما تعرضا للهجوم، حيث حاول ثلاثة مسلحين خطفه من سيارته، وعندما رفض وبدأ في التحرك بعيدا فتحوا النار على السيارة وأصيب في عينه جراء الزجاج المتطاير من نافذة المركبة. وقال شهود إن السفير وزوجته تمكنا من النجاة بالهروب إلى مركز تجاري قريب.